كنت أسأل حضرتك بقى إمتى رسمياً هيبدأ عمل مجلس الشيوخ بشكل رسمي، وإيه اللي بتعتقد أنه ممكن يكون أبرز المهام أو الحاجات اللي هتكون موجودة على أجندة هذا المجلس كي تتم مناقشتها بشكل عاجل وفوري فور انعقاده؟ على الأجندة طبعا فيه لدينا نص قانون إنشاء المجلس، هو اللي بينظم الأمور واضحة. يعني الأول في تعبير حتى مستعمل توسيع الحياة الديمقراطية والسياسية في مصر، إن هو يحيل إليه رئيس الجمهورية القضايا ومشاريع القوانين المختلفة لكي يناقشها، ويساعد مجلس النواب في بعض القوانين المختلفة من أجل المناقشة. أستاذ هشام، إحنا كنا دايما بنستعمل تعبير إن إحنا بنفتقد النقاش المجتمعي لكثير من القضايا. المفترض أن المهمة الأولى والأساسية لمجلس الشيوخ هي إدارة هذا الحوار المجتمعي، مش بس الحوار المجتمعي هيبقى على مستوى النخب أو على مستوى الصحافة والمقالات والحوارات الصحفية، لا، ده هيبقى داخل هذا المجلس. لما يبقى عندي قضية على سبيل المثال وليكن قرار، يعني فكرة إن إحنا شكل الانتخابات والدوائر وتقسيم الدوائر، المفترض إن هي تروح لمجلس النواب يناقشها مناقشة عميقة ومفصلة، لأنه فكرة مجلس الشيوخ قائمة بالأساس على الخبراء مش على النواب. أنا بجيب خبراء يعني، والمئة مقعد اللي بيعينهم رئيس الجمهورية عشان زيادة نسبة الخبراء في كل المجالات، فبالتالي أقدر أوفر للحياة السياسية خبراء حقيقيين فنيين تكنوقراط وفاهمين المسألة كلها في أي قضية من القضايا. دي حاجة جوهرية للمجلس الشيوخ اللي هو الغرفة الثانية اللي احنا اللي هتساعد مجلس النواب. مجلس النواب بيشرع وبيدي قوانين، بس بدل مجلس النواب ما كنا بنتهم في مرات كتيرة انه بيسلق قوانين او يسرع في اصدار القوانين بدون مناقشة واضحة او كبيرة، مجلس الشيوخ هو الذي سيساعده اساسا في مثل هذه المهمة. فيما يتعلق بالسؤال اللي تفضلت به في البداية وهو الخاص بموعد الانعقاد، انا حقيقة لا تذكرني بالضبط اليوم، لكن أنا أظن هيكون قبل مجلس النواب بقليل في أواخر هذا العام. نعم.